اهلا بكم في قناه اقرا لي كتابا. موضوع الحلقه 14 نقطه تميز تفكير الاغنياء عن تفكير الفقراء. توصل هارفي ايكر مؤلف كتاب اسرار عقل المليونير الى وجود اختلاف بين تفكير الاغنياء وتفكير الفقراء، وقال ان الاغنياء يتميزون في 14 نقطة. النقطة الأولى، الأغنياء يؤمنون بأنهم يصنعون حياتهم، أما الفقراء فيؤمنون بأنها مقدرة عليهم. إن أردت الثراء فعليك أن تؤمن بأنك قادر على التحكم في حياتك وأنك المسؤول الوحيد عن نجاحك أو فشلك. أما الفقراء فدائما ما يحبون عيش دور الضحية والشعور دائما بأن حياتهم مقدرة عليهم وليس لديهم أي قدرة على التحكم فيها. النقطة الثانية، يلعب الأثرياء لعبة المال لكي يربحوا في حين يلعبها الفقراء كي لا يخسروا. فإذا كان هدفك هو أن تكون ميسورا ماديا فلن تصبح غنيا أبدا، أما إذا كان الهدف هو أن تكون غنيا فستكون أكثر من ميسور ماديا، بمعنى أن لا تجعل طموحاتك بسيطة جدا ولكن اجعل طموحاتك عالية حتى تسعى دائما لتحقيق الأفضل لنفسك. النقطة الثالثة، الأغنياء ملتزمون بأن يكونوا أغنياء، أما الفقراء فيريدون فقط أن يكونوا أغنياء. لدى الفقراء عموماً العديد من الأسباب ليؤمنوا بأن كونهم أغنياء قد يسبب لهم العديد من المشاكل، في حين أن الأغنياء يعلمون جيداً بأنهم يريدون الثراء ويستطيعون تحقيقه. النقطة الرابعة، الأغنياء يرون الأشياء في عظمتها، أما الفقراء فيرونها في صغرها. فأغلب الناس يختارون العيش صغارا من جهة لأنهم يخافون من الفشل ويخافون أكثر من النجاح ويحسون بأنهم لا يستحقون. التفكير بطريقة تافهة والتصرف كذلك يؤدي إلى عدم الرضا، أما التفكير بطريقة عظيمة فيؤدي إلى الثراء. النقطة الخامسة، الأغنياء يركزون على الفرص، أما الفقراء فيركزون على العراقيل. فالأغنياء يركزون على المكافأة، أما الفقراء فيركزون على الأخطار. الفقراء يبنون اختياراتهم على الخوف، لا يتوقفون عن وضع صعوبات أمام أهدافهم، أما الأغنياء فينتظرون النجاح ويثقون بمؤهلاتهم وقدرتهم على الخلق والإبداع، ويؤمنون بأنه حتى وإن لم ينجحوا فسيجدون طريقة أخرى للنجاح. النقطة السادسة، الأغنياء يستحسنون الأغنياء الآخرين والناجحين، أما الفقراء فيحسدون الأغنياء والناجحين. بدلا من أن نحقد على الأغنياء فمن الأفضل أن نتدرب على استحسانهم والرضا عنهم،
فبهذه الطريقة يسجل عقلك بشكل لا شعوري أنك حين تصبح غنياً سيستحسنك الآخرون ويردون عنك. النقطة السابعة، يشارك الأغنياء الأشخاص الناجحين والإيجابيين، بينما يشارك الفقراء الأشخاص السلبيين الفاشلين. الأشخاص الناجحون يلاحظون أشخاص ناجحين آخرين من أجل اعتبارهم كنماذج وأخذ العبر منهم، لأن هدفهم هو محاكاة استراتيجيتهم. أما الفقراء فدائما ما يبعدون عن الأغنياء وينتقدونهم. النقطة الثامنة، الأغنياء أكبر من مشاكلهم، أما الفقراء أصغر من مشاكلهم. الطريق الذي يؤدي إلى الثراء مليء بالعراقيل، لهذا السبب يبتعد عنه العديد من الناس، إنهم لا يريدون مشاكل، يفرون هاربين عند ظهور أول تحدي، لكن بمحاولتهم تجنب المشاكل فإنهم يجدون أنفسهم يواجهون أكبر مشكلة على الإطلاق وهي الفقر. النقطة التاسعة، الأغنياء يعرفون جيدا كيف يأخذون، أما الفقراء فلا يعرفون ذلك. أغلب الناس لا يعرفون كيف يأخذون، وبما أنهم لا يعرفون فإنهم لا يأخذون. لذا عليك أن تبدأ بالإحسان لنفسك، امنح نفسك قدرا معينا من المال وانفقه في أشياء تمنحك السرور. بهذه الطريقة ترفع من تقدير ذاتك وتدرب نفسك على الأخذ. بعد ذلك تمرن على أن تفيض حماسا كلما تلقيت أو وجدت مالا مهما كانت قيمته. عندما تزيد من قدرتك على التلقي حينها ستتلقى. النقطة العاشرة، الأغنياء يختارون أن يكافئوا حسب نتائجهم، أما الفقراء فيختارون المكافأة حسب وقتهم. يفضل الفقراء أن يكافئوا براتب شهري أو حسب عدد ساعات العمل، فهم في حاجة إلى الأمان الذي يمنحهم كونهم سيتلقون نفس الراتب في نفس الوقت طوال السنة. وما لا يعرفونه هو أن هذا الأمان له ثمن، وثمنه هو عدم الاختناق. أما الأغنياء فيفضلون دائما أن يكافئوا حسب نتائج التي حققوها. النقطة الحادية عشر، الأغنياء يفكرون بمنطق الأثنين معا، أما الفقراء فيفكرون بمنطق هذا أو ذاك. فحين يركز الأغنياء على الثراء يأخذون بعين الاعتبار حرف الواو، إنهم معتقدين بوجود وسيلة للحصول على المال والسعادة معا بنفس الطريقة التي يمكن أن يكون لدينا يدين ورجلين. أما الفقراء فعلى العكس من ذلك. النقطة الثانية عشر، الأغنياء يديرون أموالهم بشكل جيد، أما الفقراء فيديرونها بشكل سيء. الفقراء إما أنهم يسيئون تدبير أموالهم أو يتجنبون تدبيرها بدعوى أنهم لا يملكون ما يكفي. أما الأغنياء ليسوا أكثر ذكاء من الفقراء، إنهم فقط يتبنون عادات مالية مختلفة ومفيدة أكثر. النقطة الثالثة عشر، الأغنياء يتصرفون رغم المخاوف، أما الفقراء فيتركون الخوف يمنعهم من التصرف. فالأغنياء والذين ينجحون في الحياة لديهم مخاوف وشكوك وقلق، لكنهم
لا يسمحون لهذه الأحاسيس بمنعهم عن تحقيق الهدف. أما الفقراء والذين يفشلون في الحياة لديهم أيضا مخاوف وشكوك وقلق، لكنهم يتركون هذه الأحاسيس تحد من عزيمتهم. النقطة الرابعة عشرة والأخيرة، الأغنياء يتعلمون ويطورون قدراتهم باستمرار، أما الفقراء فيظنون أنهم يعلمون كل شيء. فالفقراء يحاولون دائما إثبات أنهم على حق، ويعطون الانطباع بأنهم يعرفون كل شيء، وأنهم في هذا الحال بسبب سوء الحظ أو مشكلة مؤقتة. والحال أننا إن لم نكن أغنياء وسعداء فغالبا بسبب أننا في حاجة إلى تعلم أشياء عن المال والنجاح في الحياة. ويؤكد الفقراء عدم قدرتهم على التعلم بسبب قلة الوقت أو المال، في حين أن الأغنياء يعملون بمقولة بنيامين فرانكلين: إن كنت تظن أن التعلم غالي الثمن فجرب الجهل.